النهارده هتكلم على الهايبر باراثايرويديزم من وجهه نظر الجراحه، يعني من وجهه نظر احنا بنعمل ديسيجن ميكنج ازاي في الحالات. طبعا اول حاجه لازم نقولها ان حالات الهايبر باراثايرويديزم، سواء انا بتكلم على برايمري او سيكندري او تيرشري، هي في الاخر زي ما العنوان النهارده موجود ان هو مالتي ديسيبلينري مانجمنت. يعني انا في الاخر لو مش هعمل عمليه، العيان ده مش هتابع معاه مرتين او ثلاثه في العياده بعد كده، هحوله سواء للاندوكراين او النفرولوجي ان هو يتابع معايا بعد كده. انا هبدا، هو المفروض بالتاتش صح ولا تمام؟ هبدا بالديسكلوجر ان اي معلومات هقولها النهارده ان شاء الله في التوك هي مش كلامي، هي الصوت مش كويس. تمام، اي معلومات هتقال النهارده هي مش كلامي، هي كلها فلتريشن من الجايد لاينز. انا اعتمدت اكتر على الامريكان جايد لاينز اوف اسوسيشن اوف اندوكراين سيرجنز. واحده منها ممكن تكون قديمه شويه اللي هي 2016، ده بالنسبه للبرايمري، والثانيه فيري ريسنت يعني لو بتكلم انها في 2022. الديسكلوجر الثاني ان انا بحاول التوك بتاعنا ان شاء الله يكون بيزد على كلينيكال سيناريوز، يعني يبقى يكون كلينيكال سيناريو بيز، احنا خايفين من ايه وبندور على ايه اكتر من ان هو يبقى كلام نظري. وعشان كده يعني التوك دي اوبن للديسكشن في كل ايتم فيها، يعني اي حته بنلاقي فيها جراي زون انا يعني هطلب ان انا اعرف اراء زمايلنا من الاندوكراين، من الاندوكراينولوجي يعني، وزمايلنا طبعا من النفرولوجي باذن الله. تمام، الاوتلاين بتاع التوك احنا هنتكلم الاول على الكلينيكال سيناريوز ان هايبر باراثايرويديزم. انا هبدا بالبرايمري هايبر بارا، رغم ان انا عارف ان التوك النهارده مينلي او السيشن النهارده مينلي على السي كي دي، لكن انا صراحه بنتهز اي فرصه ممكن نعمل فيها شويه اويرنس على البرايمري هايبر باراثايرويديزم، لان ديت مشكلتها الاساسيه. يعني هتفضل مشكله البرايمري هايبر باراثايرويديزم الناس اللي هي في التخصصات اللي بتشوف الحالات وما بتحاولش ديتكت ان عندها هايبر باراثايرويديزم ولا لا. السكندري والترشي ما فهمش المشكله دي، هو دايما متابع مع نفرولوجيست وبالتالي هو اكسبكتنج ان هو هيديفلوب هايبر باراثايرويديزم، فما بيبقاش عندنا المشكله ديت قوي. بعد كده هنتكلم على الالجوريزم فور ديسيجن ميكنج، ده هنسمرايز بيه الجايد لاينز في الاخر ازاي انا بفكر ان انا اخد ديسيجن. واخر حاجه هنعمل كيس ديسكشن سريعه على 3 بيشنتس، منهم 2 يعني من بره وواحده من الجامعه هنا. نتكلم سريعا على البرايمري هايبر بارا. احنا طبعا كجراحين يعني السلايدات بتاعنا مش هتبقى جلامورس زي سلايدات دكتور تامر كده، هتبقى يعني الموضوع as concise as possible. يعني طبعا حالات البرايمري هايبر بارا الفكره كلها ان في اوتونوموس سكريشن للباراس هرمون بيؤدي الى زياده الكالسيوم. طبعا احنا بنتكلم كده على الكلاسيكال او الموست كومن، يعني بيؤدي زياده الكالسيوم وزياده الباراس هرمون لسيمتومز. قد يكون في سيمتومز احنا كلنا عارفينها اللي هي الكوليكس والرينال ستونز والسايكولوجيكال ديستربنس والبون ديزيز، تمام، او ان هي تبقى البيشنت اسيمتوماتيك خالص. الاسيمتوماتيك ده احنا بنقسمه لحاجتين وهو ده اللي متقسم فعليا في الجايد لاينز حتى لو مش متقاله صراحه، ان هو الاسيمتوماتيك ده ممكن يكون عنده حاجه سايلنت، يعني مش معنى ان هو ما بيشتكيش ان هو البون كونديشن بتاعه كويس، مش معنى كده ان هو لو عملت له الترا ساوند على الكدني ممكن الاقي رينال جرافلز او الاقي رينال ستونز. وفي بقى اللي ما عندوش باثولوجي خالص، اللي هو فعليا العيان ما عندوش حاجه خالص. من الحاجات اللي مكتوبه في الجايد لاين ومن الحتت اللي احنا لما بتحصل بنكونسلت دايما الاندوكرينولوجي ان يكون البي تي اتش نورمال او بيتقال عليه ان ابروبريتلي نورمال، ان الكالسيوم عالي ورغم كده الايه الباراس هرمون في النورمال رينج. يعني رغم ان الكلمه يبان ان هي هايبر باراثايرويديزم لازم البي تي اتش يبقى عالي، لا بس هم حاطين في الجايد لاينز ان يكون البي تي اتش نورمال ورغم ومش سنسيتيف للايه للانكريز بتاع الكالسيوم. نفس القصة في الكالسيوم، يعني معظم الحالات بتاعت البرايمري هي من البايوكيميكال بروفايل انها لازم يكون عندها هايبر كالسيميا، بس في عندنا النورمو كالسيميك هايبر باراثايرويديزم. النورمو كالسيميك هايبر باراثايرويديزم دي من الحاجات المهمة جدا فيها ان انا اكسكلود الكوزز بتاعت السكندري هايبر باراثايرويديزم، يعني مهم جدا ان انا قبل ما اقول ان ده برايمري هايبر باراثايرويديزم لازم اعمل اكسكلوجن للايه؟ للكوزز التانية اللي هي السكندري كوزز اوف هايبر بارا سيروديزم. مشكلة البرايمري هايبر بارا زي ما قلت بالنسبة لنا ان هي ميسد في اوقات كتيرة جدا، يعني مثلا زمايلنا خارج مصر بول كبير جدا من الحالات اللي بيجي لهم فور سيرجري هو جاي من عيادات السايكايتري، عيان رايح بديبريشن، مجرد ديبريشن، اتعمل له الاناليسز طلع في الاناليسز دوت ان عنده هايبر كالسيميا والليفل بتاع الباراس هرمون عالي. الكلام ده ما بيحصلش هنا خالص، يعني انا اكاد اجزم ان انا من اول نيابتي الى حتى هذه اللحظة ما جاليش ولا حالة ريفيرد من سايكايتريست. حاله واحده رغم ان هم عندهم ان ديت سيمتومز من السيمتومز اللي ممكن يبقى رايح بيها. تاني حاجه انها ممكن تبقى ليثيوم انديوس، يعني انا ممكن لو بدي ليثيوم كانتي
ديبريسن دراج مع الوقت ممكن تعمل لي اللي بيتقال عليها المالتي جلاندولار برايمري هايبر بارا. طبعا البرايمري هايبر بارا ممكن تبقى كوزد بكذا باثولوجي، الموست كومن فيهم هي الادينوما، ان يبقى فيه واحده ادينوما او اكتر، يعني سواء سنجل ادينوما او دبل ادينوما او تبقى مالتي جلاندولار ديزيز. تاني باثولوجي اللي هو الهايبر بليزيا. تالت حاجه هو الكارسينوما. الكارسينوما بتريبريزنت نسبه قليله جدا من الحالات، بتكلم على 1% من الحالات ديت. امتى اسسبكت الكارسينوما؟ ده من الحاجات المهمه، يعني امتى اسسبكت ان واحد جاي لي ببرايمر هايبر باراثايرويديزم، افكر ان اللي عنده ده مش ادينوما، اللي عنده ده ممكن يكون باراثايرويد كارسينوما. تمام. اول ايتم طبعا بالنسبه لنا هو ان يكون الليفل عالي جدا، يعني الليفل بتاع الباراثورمون، احنا بنتكلم على الليفلز شبه اللي بنشوفها في السكندري وفي الترشي، بنتكلم على 1000 واباف. تمام. ده مش الكومن خالص في الحالات الادينوما، يعني حتى الادينوما بنتكلم في ليفلز ممكن بتقول من مرتين مثلا لخمس 5 تايمز مثلا اكسترا عن الايه، عن او دبل النورمال رينج. تاني حاجه ان غير الباراثورمون السيرم كالسيوم ممكن يوصل ل 14، يعني لو لقيت حد جاي لي مثلا ان معاه الكالسيوم ليفل بتاعه اللي هو التوتال كالسيوم يعني 14 اور اباف، لازم افكر كفيرست اكسكلوجن ان انا اكسكلود الباراثايرويد كارسينوم. حاجه مهمه جدا كلينيكالي في الكلينيكال اكزامينشن ان انا اسمع صوت العيان. لو العيان قال لي ان انا صوتي متغير، ان انا حاسس ان في تشينج اوف فويس، دي حاجه احنا فيري فاميليار فيها في حالات الثايرويد، لكن ما بتجيش في دماغنا كتير في حالات الباراثايرويد. يعني انا ما بيجيش في دماغي ان العيان ده ممكن يبقى عنده كارسينوما وممكن تبقى عامله انفيجن للريكرنت لارينجال نيرف وبالتالي عامله تشينج اوف فويس بالنسبه للبيشنت. تمام. يعني to cut a long story short، يعني بالنسبه للجايد لاينز، الجايد لاينز في حالات البرايمري هايبر بارا على الاقل على الاقل بتستيت فيري كليرلي ان اي عيان عنده برايمري هايبر بارا should be evaluated for parathyroidectomy as a first line treatment. يعني لو انا متاكد من الدايجنوزس بتاعي ان ديت فعلا برايمري هايبر بارا ثايرويديزم وحاله زي ما بيقولوا عليها كلاسيكال، عنده هايبر كالسيميا وعنده الباراثورمون عالي وعنده الفوسفورس واطي، اول حاجه هو لازم يبقى ايفالويتد فور سيرجري. لو السيرجري ديت كونترا انديكيتد لاي سبب من الاسباب، او الريسك والبنفيت، يعني الريسك فيرسس بنفيت مش في صالح البنفيت بالنسبه للعيان، ساعتها ممكن افكر ان انا ريفير العيان دوت لميديكال تريتمنت وان انا ما اعملوش سيرجري. الكلام ده ينطبق على كل العيانين ولا العيانين السيمتوماتيك بس؟ ايه رايكم؟ تمام. كل العيانين ولا يعني هل الكلام دوت ان العيان ده انديكيتد باراثايرويدكتومي في كل العيانين بتوع البرايمري هايبر بارا سيمتومز بس؟ لا، الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش حقيقي خالص. وطبعا العيان السيمتوماتيك دوت انديكيتد ان هو يعمل سيرجري، بس هو الجايد لاينز بتقول ان اي عيان عنده باثولوجي انا لقيتها زي ما قلنا من شويه حاجه هو ممكن يكون ما بيشتكيش منها، ولقيت ان الديكساس كان بتاعه مثلا ان في اوستيوبينيا او عند الراجل ده اوستيوبروز او اي او عنده ريسك يعني ان يحصل له فراجايل فراكشرز او كده، يبقى ده انديكيتد برضو العمليه. طب العيان اللي هو الاسيمتوماتيك خالص اللي ما بيشتكيش من اي حاجه خالص، ده يبقى انديكيتد ولا لا؟ تمام. برضو اكوردنج للجايد لاينز لسببين، السبب الاولاني ان هو هايبروجريس، السبب الاولاني ان هو مع الوقت هايبروجريس بالذات لو العيان ده اقل من 50 سنه. السبب الثاني بالنسبه لنا ان هم لقوا ان العيانين حتى اللي داخل اسيمتوماتيك وبيعمل باراثايرويدكتومي بيريبورت امبروفمنت في الايه؟ في الكواليتي اوف لايف بتاعته. فهو حتى لو العيان اسيمتوماتيك طالما ان انا ما عنديش ريسك عالي في العمليه بتاعته، يبقى انا الفيرست لاين بالنسبه لي هيفضل دايما ان انا ايفالويت البيشنت دوت فور باراثايرويدكتومي. يعني واحد مثلا هو ليفل الكالسيوم كام؟ ليفل الكالسيوم ما هو نورمال كالسيوميك، يبقى احنا هندخل الاول ان احنا نتاكد ان ده مش سكندري، يعني ده ما فيش كوز سكندري، يبقى انا هكونسلت مع البيشنت دوت لو هو حسب هو عنده سيمتومز ولا لا. يبقى انا اول حاجه هعملها هكونسلت مع البيشنت ده، لازم هو يبقى الاكسبكتيشن بتاعته، لا لو البيشنت ده اسيمتوماتيك هو مازال كانديديت فور سيرجري طالما ان انا ما عنديش ريسك للحاجه. ليه؟ لان زي ما قلت ان هي مع الوقت هتبدا تبروجريس، يعني هو قد يكون دلوقتي هو اسيمتوماتيك تمام، لكن مع الوقت هيبدا، لان الباثولوجي شغال، يعني الباثولوجي بتاع السكريشن بتاع الباراثورمون او الاوتونوماس سكريشن بتاعه الباراثورمون ما زالت شغاله. النقطه الثانيه المهمه جدا ان هو الجايد لاينز الحقيقه بتاعه الباراثايرويد من الحاجات يعني
الزياده فيها عن اي جايد لاينز ثانيه في الاندوكراين بالنسبه لنا ان هي فاتحه مجال كبير جدا للاكسبيرينس بتاع السيرجون. يعني في حاجات كتيره جدا موجوده في الجراي زون، منها الايمجنج ومنها التشويس اوف اوبريشن والكلام ده. هو سايب الموضوع دوت بيزد على الاكسبيرينس بتاع الجراح اكتر منه ان هو سوليد جايد لاينز، رغم ان في ستاديز بتفضل حاجه عن حاجه والكلام ده هنجيله بعد كده. وعشان كده هم بيستريس جدا ان انا لما اجي اعمل عمليه باراثايرويدكتومي اللي هي عمليه يعني الباراثايرويد ادنوما برايمري هايبر بارا، انها شود بي كوندكتد باي سيرجنز ويز ادوكيت تريننج اند اكسبيرينس ان برايمري هايبر بارا سيرجري. انا السلك ده عامل لي مشاكل. تمام اوكي، انا دلوقتي خلاص شخصت العيان ان هو عنده برايمري هايبر بارا ثايرويدزم. تمام، ليت سي ان انا دايجنوز العيان دوت ان عنده برايمري هايبر بارا ثايرويدزم. الستيب اللي بعد كده ان انا محتاجها ايه؟ طيب انا زي ما قلت في الاول ان السبب ان انا عندي اوتونوموس سيكريشن من واحده من البارا ثايرويد، وبالتالي عايز اعرف مين البارا ثايرويد اللي فيها المشكله اللي انا هحتاج اشيلها، لان ده مش ديفيوز ديزيز. يعني ممكن يبقى فيه مالتي جلاندولار ديزيز، بس واغلب الاحوال بتكون هي سنجل ادنوما. فالخطوه اللي بعد كده بالنسبه لي هي خطوه اللوكاليزيشن. ومن المشاكل اللي بتحصل كتير في الكلينيكال براكتس بتاعنا او الكلينيكال سيناريوز ان حد يروح يشخص الحاله عن طريق الايمجنج، وده غلط خالص. يعني واحد يروح يعمل الترا ساوند يلاقي ان في ليجن كبير ويقول للعيان انت ممكن يكون عندك هايبر باراثايرويديزم. التشخيص ما بيمشيش كده، انت بتبدا التشخيص بتاعك بالبايوكيميكال بروفايل، ان البيشن ده البايوكيميكال بروفايل بتاعه بيقول ان عنده هايبر كالسيميا وعنده هايبر باراثايرويديزم، وبعد كده ببدا ادور على الليجن اللي عامل لي المشكله. اللوكاليزيشن احنا بنقسمه لبري اوبرتيف لوكاليزيشن وانترا اوبرتيف لوكاليزيشن. ايه الفرق بين البري اوبرتيف والانترا اوبرتيف لوكاليزيشن؟ البري اوبرتيف لوكاليزيشن انا بحاول قبل العمليه اكسكلود شويه حاجات. تمام، فايده البري اوبرتيف لوكاليزيشن ان انا اول حاجه اكسكلود الاكتوبيك لوكيشن بتاع الباراثايرويد. تمام، ده مش هقدر اعمله جوه العمليه. يعني انا لو دخلت العمليه عشان اشيل الباراثايرويد انا هفتح في الايه، في النيك ريجون، سواء انا بتكلم على فوكس ابروتش او بتكلم على بايلاترال نيك اكسبلوشن، هو مازال جوه النيك ريجون. لو انا عندي الباراثايرويد ديت في اكتوبيك لوكيشن، لو بتكلم على سوبيريور ميدياستاينم مثلا، انا مش هقدر اعمل لها لوكاليزيشن انترا اوبراتيف بالتولز اللي موجوده معانا. في تولز ممكن تساعدنا شويه، لكن في التولز اللي موجوده معانا هنا في الكلينيكال براكتس مش هتقدر تعملها لوكاليزيشن. فاللوكاليزيشن هنا بري اوبراتيف هيبقى مهم جدا بالنسبه لي. تمام، طب انا عملت لوكاليزيشن بري اوبراتيف، ليه انا محتاج اعمل لوكاليزيشن انترا اوبراتيف تاني؟ يعني انا ليه محتاج، انا خلاص عرفت ان في رايت لور مثلا ادنوما. تمام، ايه اللي ممكن، يعني ايه اللي يخليني احاول ادور تاني ان انا اعمل انترا اوبراتيف لوكاليزيشن؟ خلاص هدخل اشيل، نعم ممكن يبقى اكتر من واحده بالظبط كده. يعني انا ممكن بعد ما اشيل الليجن دوت، تمام، يفضل البارس هرمون بتاع العيان ما وصلش للايه، للبيز لاين بتاعه، او ما قلش بنسبه 50%، وبالتالي ده بيبقى معناه ان في مالتي جلاندولار ديزيز، وبالتالي انا محتاج ابدا ادور على بقيه الجلاندز. تمام، ايه التولز اللي احنا بنستخدمها في البري اوبراتيف لوكاليزيشن؟ اول تول بالنسبه لنا هو الالترا ساوند. هل الالترا ساوند الموست افيشنت؟ لا، بس هو مازال هو اول خطوه انا هبدا بيها في الاسسمنت ان انا ابدا ادور على باراثايرويد. ليه بقى، ليه انا بستخدم الالترا ساوند في الاول؟ تمام، الالترا ساوند بيديني داتا غير الباراثايرويد، ان هو بيديني داتا بتاعه الثايرويد نفسها. هل الثايرويد فيها مشكله ولا لا؟ هل الثايرويد فيها نوديولز ولا لا؟ لان لو في مشكله في الثايرويد، لا بالظبط كده، لو في مشكله في الثايرويد يبقى انا لازم اعمل فول انفستيجيشن للثايرويد قبل ما ابدا اشيل الباراثايرويد. ليه؟ لان انا لو دخلت العمليه شلت الباراثايرويد وبعدين لقيت العيان ده انديكيتد فور ثايرويدكتومي، انا اوريدي البلينز اللي انا اشتغلت فيها بدا يبقى فيها فايبروزز، وبالتالي الريسك بتاعه بتاع الانجوري هيبقى اكبر بعد كده. يبقى انا وقت ما الاقي في الالترا ساوند ان في انلارجمنت في الثايرويد او الاقي في نوديولز في الثايرويد، ما اقولش انا بعالج عيان برايمري هايبر بارا يبقى خلاص هنجلكت الايه، هنجلكت الثايرويد. اي شود دو فول انفستيجيشن، محتاج فاين نيدل يعمل فاين نيدل، طلع ان هو انديكيتد فور لوبكتومي او توتال ثايرويدكتومي، يبقى دوت هيبقى دان في نفس السيشن بتاعه الايه، بتاعه البارا ثايرويدكتوم. تمام، يبقى ديت اول فايده للالترا ساوند. هل الالترا ساوند كافي؟ لا، لازم اكوردنج جايد لاينز، وحتى في الكلينيكال براكتس بتاعنا العادي ان احنا لازم بنكومباين الالترا ساوند مع موداليتي ثانيه. الموداليتي ديت يا اما تكون راديو ايزوتوب سكاننج اللي هو اسمه سيستميبي سكاننج، او ان احنا بنتكلم على ال 4 دي سي تي. السي دي، السي تي العادي ملوش فاليو خالص في الايه، في اللوكاليزيشن بتاع البارا ثايرويد، لكن ال 4 دي سي تي عشان فيه فانكشنال اليمنت بنقدر نشخص بيه حالات ال بنلوكلايز بيه حالات الايه، حالات البرايمري هايبر بارا او البارا ثايرويد ادينوما. طبعا مفيش ستادي واحده قالت ان السيستميبي سوبيريور عن ال 4 دي سي تي، يعني كل الاستاديز اللي موجوده بتفيفر ال 4 دي سي تي ان كومباريزون تو سيستميبي.
الابروتش الاوبتيمال فور لوكاليزيشن ان انا اكومباين الالترا ساوند مع واحد من الاثنين دول، لان الالترا ساوند هيديني اناتوميكال داتا بينما الاستادي الثانيه هتديني فانكشنال داتا. تمام. طب الجايد لاينز بتقول لي نختار انه واحد فيهم، يعني هل هي حسمت الموضوع بحيث تقول ان كل عيان عنده برايمري هايبر بارا هو محتاج يعمل 4 دي سي تي او يعمل سيستميبي؟ لا، هي سايباها للاكسبيرينس بتاع الفيزيشن. ليه سايباها للاكسبيرينس بتاع الفيزيشن؟ لان هو اوير اكتر باللوكال انفايرمنت بتاعه. يعني مثلا على سبيل المثال، ودي حاجه بتحصل دلوقتي عندنا في الكلينيكال براكتس، ان احنا مثلا 4 دي سي تي ده محتاج انجكشن لكونتراست. تمام. يجي يقول ان الكونتراست قليل في الايه، وده اللي بيوصل لنا من زمايلنا في الاشعه، ان الكونتراست الكميه اللي بتتحقن مش هي الاوبتيمال دوز، وبالتالي النتيجه بتاعتها ان الباراثايرويد دي مش هتنور بالشكل الكافي بحيث ان هو يعمل لها ديتكشن. فدي حاجه لوكال في الانفايرمنت بتاعتي انا لازم ابقى اوير بيها، وعلى اساسها ابدا اختار انا هعمل 4 دي سي تي ولا هعمل سيستميبي. ايه الادفانتج بتاعت كل واحده عن الثانيه؟ ال4 دي سي تي بيديني ريليشنز، مش هيديها لي السيستميبي، ده هو بالاخر سي تي، فبالتالي هيقول لي ان في ليجن في المكان الفلاني ريليتد لكذا، قدامه كذا، وراه كذا، وبالتالي هيساعدني جدا لو انا بعمل فوكست ابروتش. يعني انا مش هفتح اعمل نيك اكسبريشن، انا هدخل بالظبط على الادينوما واشيلها، وبالتالي 4 دي سي تي هيبقى سوبيريور في السيرجيكال بلاننج، ان انا ابقى عارف بالظبط انا داخل على ايه. السيستميبي فيه ميزه تانية، ان هو مش بس بيديتكت الابنورمال تيشو، يعني هو الطبيعي ان هو بعد الساعتين دول ان هو هيديتكت الابنورمال تيشو، بس انا لو انا شاكك في مالتي جلاندولار ديزيز، تمام، ال4 دي سي تي هما الاثنين السنسيتيفيتي بتاعتهم قليله، بس ال4 دي سي تي مش هيساعدني قوي ان يقول لي اللوكيشن بتاع النورمال جلاندز. يعني التصويره اللي في الاول ديت، لو انا عندي ليجن في التشست، ليجن في التشست نورمال باراثايرويد خالص في التشست، مش حاجه هايبر اكتيف ولا حاجه في التشست، هتبان في الاول، بعد كده هيبقى حصل فيها ايه، ووش اوت. تمام. الكلام ده مش هيبان في ال4 دي سي تي، لان ال4 دي سي تي هيقيس حجم الايه، حجم الجلاند وكميه الكونتراست اللي بتاخدها. فبالتالي السيستميبي لو انا قلقان من اكتوبيك لوكيشن، او انا قلقان ان انا يبقى عندي مالتي جلاندولار ديزيز، هيكون السيستميبي ساعتها هيساعدني ان انا الوكلايز الاماكن الثانيه، بحيث ان انا لو حصل لي حاجه جوه العمليه اقدر اقول لا انا هدور في المكان الفلاني او اشيل حاجه زياده من المكان الثاني. تمام. ده بالنسبه للسيستميبي و4 دي سي تي. احنا بنعمل انه فيهم كل جراح الحقيقه ليه بريفرنس في واحد فيهم، يعني ممكن واحد يكون الاكسبيرينس بتاعه في السيستميبي مش كويس خالص، تمام، الحاجات ما بتنورش، نفس المشاكل اللي بتحصل في 4 دي سي تي لو ما خدش دوس كافيه من التكنيشيان هيحصل نفس المشكله، لو اللي بيصور ما صورش في وقت مظبوط او صور في وقت ديليت شويه هيبقى عنده نفس المشاكل. فهو البرسبكتيف بيختلف من واحد لواحد. الناس اللي بتشتغل فوكست باراثايرويدكتومي طبعا هيفضل بكتير جدا انه يشتغل بايه، ب 4 دي سي تي، لان هو هيبقى عنده 3 دي ريكونستراكشن، الحاجه فين بالظبط وهقدر ادخل اشيلها. طب انا عملت الكلام ده وطلع مثلا عندي رايت لور باراثايرويد ادينوما، تمام، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده ان انا بدخل العمليات، خلاص هشيل الليجن دوت، قدامي اثنين اوبشنز هما بالنسبه كريزلتس الاثنين ايكوال لبعض، ان انا اعمل حاجه اسمها فوكس ابروتش، ان انا ادخل افتح بالظبط على الحاجه ديت واشيلها، او ان انا اعمل بايلاترال نيك اكسبلوشن. ايه بايلاترال نيك اكسبلوشن؟ انا باكسبوز الاربع جلاندز اشوف مين فيهم اللي اناتوميكالي شكلها مش كويس، وطبعا برجع للالترا ساوند وال4 دي سي تي اللي معايا، بس ببص على بقيه الجلاندز الاول وبعدين بشوف مين فيهم الابنورمال واروح جاي شايلها. هل في فرق في الريزلتس بين الاثنين؟ مفيش فرق في الريزلت بين الاثنين خالص، از لونج ان انا استخدمت انترا اوبراتيف لوكاليزيشن، يعني از لونج ان انا استخدمت انترا اوبراتيف باراثورمون مونيتورنج. لان لو ما استخدمتش انترا اوبراتيف باراثورمون مونيتورنج يبقى انا ساعتها لو دخلت عملت فوكس ابروتش انا ما شفتش بقيه الجلاند، بينما لو انا شلت الجلاند الكبيره وعملت انترا اوبراتيف باراثورمون ولقيت الباراثورمون ما نزلش، يبقى انا ايميديتلي هحول العمليه من فوكس للايه، لبايلاترال نيك اكسبلوشن، هبدا ادور على بقيه الجلاندز الثانيه. تمام. بيرفع باراثايرويد، احنا هنجي لها دلوقتي حالا النقطه ديت، هنجي لها دلوقتي حالا. ما هو ده انترا اوبريتيف، الانترا اوبريتيف يرفع، ما هو احنا بنقيس امتى؟ ما انا اقول لحضرتك احنا بنقيس امتى في الانترا اوبريتيف باراثايرويد. الانترا اوبريتيف باراثايرويد لما انا كنت نايب مثلا ما كانش حاجه من الستاندرد في المانجمنت بتاعنا، وعشان كده كان الكيور بتاعنا اوقات كتير جدا حالات الباراثايرويد ان هو يطلع وبعد العمليه نقيس له باراثايرويد نلاقي باراثايرويد بتاعه ما نزلش للليفل الطبيعي وندخله تاني عمليه. دلوقتي بقى جزء من الستاندرد كير، يعني في وجود الانترا اوبريتيف باراثايرويد، يعني هقول مثلا السنه اللي فاتت كلها ما حصلناش ولا حاله ديدنت اتشيف كيور، يعني 100% كيور في حالات الباراثايرويد ادينوما. ليه؟ لان انا جايدد بان الباراثورمون بتاعي نزل وانا جوه العمليه، ما طلعتش من العمليه وبعدين صحيت العيان وبعدين اكتشفت المشكله ديت.
طبعا زي ما قلنا في الجايد لاينز بتقول ان السيرجن هو في الاخر اللي هيقرر نوع الايمجنج اللي هو محتاجها حسب اللوكال انفايرمنت اللي هو شغال فيها. دي امثله من الايمجنج زي ما قلنا عندنا السيستمي بسكان في الاول خالص، لو مثلا ده عنده حاجه نورمال موجوده في التشيس هتبقى باينه هنا في ال 15 مينتس هيحصل لها ووش اوت بعد كده، بس انا على الاقل عرفت ان في نورمال باراثايرويد تيشو في المكان دوت. دي ميزه في السيستمي بسكان، فمن بعد ما خلاص حصل ووش اوت هيبدا يبان شويه. طبعا السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي في ال 4 دي سي تي اكوردنج هيد تو هيد ستاديز لا اعلى من السيستمي، يعني لو بنقارن 4 دي سي تي للسيستمي بيلاقي 4 دي سي تي سوبيريور في النقطه دي. زي ما احنا شايفين في ال 4 دي سي تي هو اهي دي كده الباراثايرويد، هي مدياني اناتوميكال لوكيشن بتاعها، يعني انا عارف ان دي جنب الايه، جنب التراكيه ورا الثايرويد ايا كان، بتساعدني بعد كده ان انا اقدر اعمل 3 دي ريكونستراكشن للعيان، يبقى انا خلاص عرفت ان البنفسجي ديت هتبقى الباراثايرويد، وانا عارف ان انا داخل بالظبط على الايه، على مكان الباراثايرويد وشايلها. تمام. اوقات مثلا انا ممكن اعمل سيستميبي واضطر بعديها اعمل سي تي زي العيان دوت مثلا، يروح جاي طالع ان انا عندي حاجه في السوبيريور ميدياساينم. طيب انا مش هقدر ادخل على السوبيريور ميدياساينم ده، دي هنا مش مبينه لي التمبرال ريليشن بتاعتها، مش مبينه لي هي مكانها فين في الايه، في التشيسي، وانا ساعتها هضطر اعمل كمان ايه، سي تي. والسي تي هنا هيلوكالايز بيقول لي انها ايميديتلي ريتروسترنال، وممكن احاول اوصل لها مثلا من النك، ومضطر افتح استرنوتومي بالنسبه للعيانين دول. تمام. الجايدنج برينسيبلز بالنسبه للاشعه هي مهمه جدا جدا، يعني انا مصور الصوره زي ما هي من الجايد لاينز، لان فيها جمل الحقيقه يعني فيري فاليبل في كلينيكال براكتس. اهمها اول جمله خالص، ان الايمجنج هاز نو يوتيليتي ان كونفيرمينج اور اكسكلودينج ذا دايجنوزز اوف برايمري هايبربارا، يعني هو مش جزء من الدايجنوزز، هو جزء من اللوكاليزيشن. مش معنى كده ان انا لو لقيت ليجن وانا بعمل الترا ساوند انجلكت الليجن ده، يعني انا لقيت ليجن موجود ده معناه ان انا لازم اعمل فول انفستيجيشن للعيان، بس انا ما شخصتش ان هو عنده برايمري هايبر بارا ثايرويديزم. طبعا زي ما قلنا الجمله الثالثه، there is marked regional variability in imaging when imaging was initially negative في سنترز عندها لو فلو، لما راح هاي فلو سنترز بدا يوصل للايه، للسنسيتيفيتي 92%، وصل اللوكيشن بتاع الباراثايرويد في 92% من الحالات، في حالات اوريدي انيشيالي نيجاتيف. وبالتالي زي ما قلنا هو الموضوع يعتمد تماما على الخبره باللوكال انفايرمنت. ده الانترا اوبرتيف باراس هرمون. انترا اوبرتيف باراس هرمون من الحاجات برضو اللي الجايد لاين سايباها قوي للجراح، يعني مش سايبه ان انت تعملها ولا ما تعملهاش، بس هي سايبه الريجيمن اللي انا همشي عليها او البروتوكول اللي انا همشي عليه. تمام. ليه؟ لان البروتوكول ده برضو مرتبط بالفاسيلتيز اللي موجوده عندي، يعني واحد عنده جهاز يقيس الباراس هرمون في نفس العمليات جوه العمليات، غير واحد عنده الجهاز ده في المستشفى بره، غير واحد هيبعت العينه بره المستشفى خالص. فبالتالي هو لازم اللي هيشتغل الحاله يبقى هو اوير بالسيتنج اللي موجود ويختار على اساس الاكسبيرينس بتاعه. ده مثلا واحد من البروتوكولز اللي هي فيري كومنلي يوزد، ان هو بيقيس بري انسيجن، ده الباراس هرمون اللي هو داخل بيه العمليات، ما فيهوش يعني، هو ده اللي دخل بيه العمليات زي اللي انا قيسته بري اوبرتيف، يعني ده قبل ما بفتح العيان خالص. زي ما الدكتوره كانت بتسال دلوقتي ان انا عندي حاجه اسمها بري اكسيجن اللي هو تايم زيرو، بري اكسيجن ده انا اوريدي عملت مانيبيوليشن للباراثايرويد حركتها خلاص، فاضل ان انا ايه، افصلها، يعني اوريدي عملت ديسكشن فول ديسكشن للباراثايرويد، بس الديسكشن ده انفولفد ايه، انفولفد ان انا عملت مانيبيوليشن للباراثايرويد، وبالتالي حصل ريليز لباراس هرمون، فهلاقي ان حصل شوتنج او حصل بيك للايه، للليفل بتاع الباراس هرمون. تمام. بعدين بناخد عند ليفل 10 وليفل 20، هل ده اللي احنا بنعمله؟ لا، احنا ما بنعملش ده خالص. تمام. احنا ما بنعملش ده خالص لاسباب زي ما قلنا، حاجات كلها لوكال. الاسباب اللي احنا ماشيين عليه ان احنا ماشيين ان احنا بنعمل بري انسيجن، تمام، اللي هو قبل ما العيان يبدا خالص، وبنقيس عند الايه، عند 20 مينت، يعني قبل وعند 20 مينت. ليه هم بيقيسوا بالشكل دوت وايه فايده القصه ديت؟ فايدتها بكل بساطه ان انا لو انا عملت كده، لو انا رحت قايس قبل مثلا، قبل ما افتح العيان، تمام، وماشي على بروتوكول ان انا بقيس بعد 5 دقائق، يعني بعد 5 دقائق من الاكسجين، هروح جاي قايس هنا مثلا عند 5 دقائق، هلاقي ان الليفل دوت ما قلش، رغم ان انا شلت الايه، فعليا شلت الغده. تمام. هو ما قلش ليه؟ لان هو طلع وبعدين ايه، نزل تاني، فهو بيقيس دوت عشان يقول لي ان هو لا، ده كان في بيك والبيك دوت ايه، بدا ينزل. بس لان احنا هنا بنقيس متاخر جدا، احنا بنقيس ات 20 مينتس، فبيكون الليفل ده اوريدي نزل عن الليفل البري اوبرتيف، وبالتالي احنا بنستابلايز البروتوكول ده اللي عشان الاكتر الايه، الفاسيلتيز اللي موجوده. ومن الاخطاء الشائعه ان حد يسحب العينه مثلا ديت ويستنى لما يخلص العمليه يسحب العينه الثانيه ويروح جاي باعتهم مع بعض، بيحصل في الوقت ده ديكي للايه، للباراس هرمون في السامبل نفسها، وبالتالي ما يبينش قوي الدروب اللي حصل. نسبه الدروب اللي مطلوبه مني دي فيها ديبيت كبير جدا، يعني من حته الجراي زونز اللي انا محتاج دروب قد ايه عشان اقول ان انا حصل كيور عند العيان ده، هل هي 50%، هل هي 70%، في ديبيت في النقطه ديت. احنا بنمشي على الاقل، على الاقل ان حصل 50% دروب. ما حصلش 50% دروب ده يبقى انا لازم ابدا ادور
على باراثايرويد ثانيه فيها انها تكون اناتوميكالي شكلها مش كويس، تمام، الحجم بتاعها، قصدي يعني ان الحجم بتاعها اكبر من بقيه الباراثايرويد، لقيت ان انا كل الباراثايرويد زي بعض، ببدا اشيل اللي شكلها موست باثولوجيك وابدا اعيد تاني الايه التست ده، استنى 10 دقائق تانيين وابدا اعيد التست ده لحد ما اطمن ان الايه الرقم نزل خالص. طب انا شلت كل الباراثايرويد ولسه الرقم ما نزلش، تمام، شلت كل الباراثايرويد اللي قدامي الاربعه باراثايرويد اللي موجوده على العين وما زال الرقم ما نزلش، وانا لازم ابروسيد لايه؟ ممكن ابروسيد لكذا حاجه. اول حاجه منهم حاجه اسمها سايمكتومي، ان انا راح جاي شايل السايمس واعمل سنترال نيك ديسكشن، لان السايمس دي من السايتس اللي ممكن يبقى فيها باراثايرويد. طيب الحاجه الثانيه تكون السايرويدكتومي، خاصه لو انا اوريدي معايا الالترا ساوند بيقول ان في نوديولار باترن في السايرويد، فانا ممكن افكر ان النوديول ديت حاجه يعني حصل كونفيوجن من اللي بيبص على الالترا ساوند وافتكر ان دي نوديولز، ورغم ان هي انترا سايرويد باراثايرويد ادينوما، تمام، فساعتها ممكن ابروسيد لهيمي سايرويدكتومي. هل في تولز ثانيه تساعدني في المشكله دي؟ في حاجه اسمها جاما بروب ممكن استخدمها، للاسف مش موجود هنا، ان انا بحقن زي ما حقنت في السيستميبي راديو اكتيف ماتيريال وابدا ادور فين الحته اللي بتديني صوت، يبقى دي معناها ان المكان ده هو اللي فيه باراثايرويد. للاسف الكلام ده مش موجود. في حاجه ثانيه اسمها جوجلر فين سامبلنج، ان انا باخد سامبل باراثورمون من هنا وباراثورمون من هنا وابدا اشوف هي اكبر في انهي ناحيه فيهم، وبالتالي ممكن يبقى ليجن هنا ولا ليجن الناحيه الثانيه، تمام. احنا بنعتمد اكتر ان انا معايا ستادي قبل العمليه معرفاني الاماكن اللي موجوده، فببدا اعمل لها اكسبلوريشن وابدا اعمل سايمكتومي وسنترال نيك ديسكشن لحد ما الليفل دوت يوطى خالص، تمام. طبعا الحالات اللي ممكن ما اوصلش لحاجه في الاخر هي بتبقى اكتر الحالات اللي فيها انتراثايرويد انتراثوراسيك باراثايرويد، لان دي مش وزين الفيلد بتاع الشغل بتاعي، وبالتالي هي دي اكتر حاجه لازم يتعمل لها اكسكلوجن بري اوبرتيف، لان دي مش هقدر اوصل لها خالص في العمليه، تمام. ماشي، هندخل في السكندري والتيرشري هايبر بارا ثايرويديزم، تمام. السكندري والتيرشري هايبر بارا ثايرويديزم، طبعا انا كنت اتمنى يعني جمله بس اخيره في البرايمري هايبر بارا، ان احنا نحاول ناوتريتش للناس اللي بتقابل الحالات بتاعه البرايمري هايبر بارا، يعني نحاول، انا متاكد ان كل الناس اللي هنا من الاندوكرينولوجي اللي هنا في الكليه عارفين ازاي مانج الحالات كويس، ازاي لما يشك في حاجه هيعمل باراس هرمون وهيعمل كالسيوم ليفل، نفس القصه في النفرولوجي هتبقى نفس الوضع، لكن بره الفيلد ده والناس في الاورثو مثلا، في الناس اللي بتقابل باثولوجيكال فراكشرز، الناس اللي بتقابل سايكاتريك، ايه الناس دي، الناس اللي بتقابل رينال ستونز حتى في المسالك، دول محتاجين زي الحاله اللي هنعرضها في الاخر، دول محتاجين ان يبقى في شويه اوت ريتشنج ليهم، ان احنا نقول لهم ان احنا محتاجين في الورك اب لما انت تبقى شاكك في حاجه في الباراثايرويد ان احنا نعمل ورك اب ليها ونحاول نديتكت برايمري هايبر بارا ثايرويديزم. السكندري والتيرشري هايبر بارا ثايرويديزم فيها جراي زونز كتيره قوي بالنسبه للعمليات، تمام. احنا لما قلنا بنتكلم وكنا بنتكلم في البرايمري هايبر بارا، احنا قلنا العمليه بتاعتنا ان احنا بنشيل الايه، بنشيل الجلاند اللي فيها المشكله. القصه مش كده خالص في السكندري والتيرشري هايبر بارا. انا عندي ديفيوز ديزيز، الديفيوز ده ديزيز كان في الاول حاجه ادابتيف وبدات مع الوقت تبقى نون ادابتيف، بدات مع الوقت ان يبقى بيتحول من ان انا عندي ديفيوز انلارجمنت للجلاند ويبدا يحصل لها نوديولار تشينج بعد كده وتتحول منها سكندري لتيرشري. في ديبيت على الاسم ولا ما فيش، دي حاجه ما اعرفش انتوا لسه المشكله دي موجوده عند حضراتكم ولا لا، لان هي ما زالت موجوده في الجايد لاينز، يعني حتى الجايد لاينز نفسها هي مفرقه السكندري من التيرشري، تمام. بس لو قريت ارتكل من اللي جوه الجايد لاينز نفسها هتلاقي هو مش مفرق السكندري من التيرشري، هو بيعتبر سكندري وسيفير سكندري، ومعتبر التيرشري ده اللي بعد الايه؟ اللي بعد الترانسبلانتيشن. الجايد لاينز نفسها بتاعت السيرجري لا، مفرقه ان التيرشري هو اللي فيه الهايبر كالسيميا او ان فيه اوتونوماس سكريشن، تمام. احنا ايه الكوزز بتاعت السكندري هايبر باراثايرويديز؟ طبعا اهم كوز بالنسبه لنا هو الكرونيك كيدني ديزيز، ده لا يمنع ان في اسباب ثانيه، تمام. الاسباب الثانيه ديت هل هي بتصل لمرحله ان احنا نحتاج نعمل عمليه؟ لا، في نسبه كبيره منها هي حاجات ممكن تبقى كوركتد وبالتالي العيان ممكن ما يحتاجش يعمل عمليه. احنا المشكله الاكبر بتاعتنا بتبقى في الكرونيك كيدني ديزيز، ودي الكوزز اللي انا لازم اعمل لها اكسكلوجن لو انا قابلت عيان برايمري عنده نورمو كالسيميا. ليه؟ لان بمنتهى البساطه ممكن الباراس هرمون العالي ده بيحاول يعدل الايه؟ الليفل بتاع الكالسيوم، يعني ده الطبيعي بتاع العيان، ده نورمال ادابتيف ريسبونس عند العيان، فبالتالي لازم اعمل اكسكلوجن الحاجات دي قبل ما اقول ان انا هعمل عمليه لواحد عنده نورمو كالسيميك برايمري هايبر بارا، تمام. الكوز بتاع السكند هايبر باراثايرويديز زي ما قلنا، تاني حاجه ده البروجريس بتاعها زي ما قلنا، هي بتبدا ان انا عندي نورمال باراثايرويد ديزيز وحسب الستيجز بقى بتاعه الكيدني او السي كي دي يعني، تمام، بتبدا الموضوع يتطور من ان انا عندي ديفيوز باثولوجي ان يبدا يحصل لي حاجه اسمها ايرلي نوديولاريتي، وبعدين تبدا تتغير واحده واحده ان يحصل مونوكلونال اكسبانشن او مونوكلونال بروليفريشن لنوع معين من الخلايا بقى ايرريسبونسيف زي ما احنا عارفين الحاجات اللي هي
السي اس ار بيحصل داون ريجوليشن يعني سي اس ار والفي دي ار، ويبدا بعد كده ان النوديول دي ما تبقاش ريسبونسيف خالص للليفل بتاع الكالسيوم بتاعنا. في المرحله دي يعني دي بها المفروض هتريسبوند التحول من السكندري ستيت للتيرشري ستيت. تمام تمام. ودي النقطه دي مهمه برضو تتعرف، لان في اوقات كتير بتبقى كونفيوزنج انترا اوبراتيف، ان الواحد يمسك الباراثايرويد يحس ان فيها نودولاريتي، يتخيل ان دي باراثايرويد ادينوما. هي مش باراثايرويد ادينوما، هي نودولاريتي جوه هايبر بليزيا، يعني هايبر بليزيا تحولت مع الوقت الى نودولاريتي، وبيطلع فعلا الفاينل باثولوجي بتاعها هايبر بليزيا، ما بيطلعش الباثولوجي بتاعها ان ديت باراثايرويد ادينوما. تمام. طبعا انا حاولت يعني اجيب الجوريزم يعني بسيط اقدر انا افهمه للباثوجينيسيس بتاع السكندري هايبر بارا، وازاي بتحصل في الكيدني ديزيز. ده ابسط حاجه لقيتها، بس يعني ده بالنسبه للبطنه غالبا يعني مش بسيط زياده عن اللزوم. تمام. فانا بالنسبه لي ببسط الموضوع اكتر عن كده، الكيدني ديزيز انتهى عندي بايه؟ بهايبر بارا ثايرويديزم. تمام. الكوز بتاع الهايبر بارا ثايرويديزم ده بالنسبه لي هو الكيدني ديزيز، وبالتالي الفوكس بتاعي ازاي اعمل كوميونيكيشن كويس ما بيني وما بين النفرولوجيست، ان احنا نديسايد امتى نتدخل عشان نشيل الباراثايرويد ديت، فيرسس ان احنا نمشي بميديكال تريتمنت. طبعا في نقطه هي المفروض انها ما تبقاش كونفيوزنج قوي، بس للاسف هي بتحصل في كلينيكال براكتس، ان حد يكونفيوز برايمري هايبر بارا ب سكندري هايبر باراثايرويديزم. بتحصل ازاي المشكله ديت؟ ان واحد يكون عنده برايمري هايبر بارا عامله له كيدني ديس اوردر، تمام، عامله له رينال ستونز، عامله له انفكشن للجوميلر فلتريشن ريت، ولسبب ما يتخيل ان هو ده اللي عامل الهايبر باراثايرويديزم، مش الباراثايرويديزم هي اللي عملت لي الرينال ستونز. افرق انا القصه ديت ازاي؟ طبعا اول حاجه هي الهيستوري تيكنج. لو انا واخد هيستوري تيكنج كويس وعارف ان السبب بتاع السكندري هايبر باراثايرويديزم ده سبب لونج ستاندنج، والريليشن بتاعته ان هو قبل ما يبدا يحصل عندي مانيفيستيشن للهايبر باراثايرويديزم، هبدا افكر ان ده سكندري مش برايمري. لو العكس وانا بفكر دايما ان ديت ممكن تكون برايمري هايبر بارا. طبعا تاني حاجه هي البايوكيميكال بروفايل بتاع العيان، وديت من النقط اللي فيها شويه جراي زونز. يعني لو بتكلم على برايمري هايبر بارا خلاص هي المفروض الكلاسيكال فيها ان الكالسيوم عالي والفوسفيت واطي والباراثورمون عالي، طبعا كلهم هيبقى فيهم الباراثورمون عالي. جوه ديت في حاجه اسمها نورموكالسيميك لسه قايلين عليها، ديت لازم افرقها من السكندري، ما اقدرش اعتبرها برايمري على طول. تمام. تاني حاجه السكندري هايبر بارا الكلاسيكال فيها اللي موصوف في الجايد لاينز، ان انا بتكلم على ان السكندري ده الكالسيوم فيه واطي، تمام، والتيرشري الكالسيوم فيه عالي. نيجي ندخل في النورمال كالسيوم، النورمال كالسيوم تبع السكندري ولا تبع التيرشري؟ تمام. راي حضرتك يا دكتور احمد؟ جراي زون بالظبط كده. في كونفاوندنج فيها. تمام. ان انت بتدي على الكالسيوم بالظبط بالظبط وتديله فيتامين دي. تمام. فده لوحده ممكن يخلي الكالسيوم مثلا في العالي، تمام، وهو العيان كان في السكندري فيز لسه ما بقاش في الترش. تمام. بالظبط. تمام. فدي من الاماكن اللي فيها جراي زونز، وبتحتاج طبعا يعني احنا بالنسبه لنا كجراحه اي حاجه بتقابلني نورمال، اي حاجه انا شخصيا بتقابلني نورمال، انا بكونسلت اندوكراينولوجيست دايركتلي. تمام. وبناخد الديسيجن مع بعض وبناخد الديسيجن مع العيان. تمام. لان هو بالذات لو انا بتكلم على برايمري هايبر بارا ونورمو كالسيميك، هو قد يكون ما عندوش مانيفيستيشن بتاعت هايبر كالسيميا خالص. تمام. وبالتالي انت هتستفاد ايه من العمليه دي؟ حاجه مهمه جدا لازم تبقى واصله للعيان، بحيث ان هو ما يجيش بعد العمليه يقول. يعني احنا في السيرجيكال انترفينشن بنختلف شويه عن الميديكال انترفينشن. انت ميديكال انترفينشن ممكن تدي حاجه ما تشتغلش، ادي حاجه تانية عادي خالص، لكن بالنسبه لنا السيرجري هي التشانس بتاعت العيان هتبقى غالبا في مره واحده، يعني انا خلاص شلت له الباراثايرويد. تمام. فالديسيجن ميكنج هنا بيبقى محتاج شويه ان احنا يعني نتيك كير ان احنا ناخد ديسيجن صح من اول مره. تمام. امتى اقول في السكندري؟ طبعا التيرشري ممكن يبقى فيها شويه ديبيت، رغم ان الديبيت مش كبير قوي، ان انا ممكن امشي بميديكال تريتمنت ولا ما امشيش بميديكال تريتمنت، لكن الجايد لاينز مثلا بتاعه الجراحه قد تكون الجايد لاينز بتاعه الاندوكراينولوجي بتقول حاجه ثانيه، لكن الجايد لاينز بتاعه الجراحه حسمت الموضوع بشكل واضح جدا ان الفيرست لاين تريتمنت في التيرشري هيكون سيرجيكال ريسكشن. المشكله بتبقى في السكندري، وهي مش محسومه لا في السيرجيكال جايد لاينز، وبنسبه كبيره مش محسومه برضه في الاندوكراين جايد لاينز. تمام. احنا بالنسبه لنا ايه الانديكيشن اللي الواحد يجي لي بسكندري هايبر باراثايرويديزم اقول ان ده محتاج يعمل عمليه، ان محتاج اعمل له سب توتال باراثايرويدكتومي او اعمل له توتال باراثايرويدكتومي ويز اوتو ترانسبلانتيشن. تمام. يبقى انا امتى اقول القصه ديت؟ اول حاجه بالنسبه لي هي الفيلير اوف ميديكال تريتمنت. يعني ايه فيلير اوف ميديكال تريتمنت؟ انا بالنسبه لي كجراح هي بتساوي ان دكتور النفرولوجي هو اللي بعت لي العيان. يعني دكتور النفرولوجي قال لي انا حاولت معاه بكل حاجه ومش عارف اكونترول الايه البون ديزيز بتاعه، مش عارف اكونترول الكالسيوم
ليفل بتاع مش عارف الكنترول قصدي باراس هرمون ليفل بتاع العيان فهو بيبعته فور ايه فور سيرجيكال ريسكشن. فهو اوريدي العيان بيجي لي الديسيجن بتاعه فاينلايز. يعني انا كجراح انا مش انا اللي باخد الديسيجن في حالات السكندري, اللي بياخد الديسيجن في الحالات دي يا اما بيكون الاندوكرينولوجيست يا اما بيكون النفرولوجيست. الانديكيشن الاولاني اللي هو فيلير اور انتوليرانس للميديكال ثيرابي, هتلاقي حضرتك هنا ان هو كاتب مثلا حضراتكم ان تاني انديكيشن هايبر كالسيميا اللي يحولها على طول لايه لتيرشري رغم ان هم حاطينها في الايه في السكندري هايبر بارا ثايرويديزم. النقطه بتاعه الانتاكت باراس هرمون دي فيها ديبيت كبير وحابب اسمع راي حضراتكم في النقطه ديت. هل انا عندي كات اوف لما اشوف الكات اوف دوت اقول العيان ده مش هيرسبوند للميديكال تريتمنت؟ لا تمام. يعني معانا احنا مفهومين كل شويه هو الترند اكتر منه الابسولوت فاليو. لكن طبعا لما بنلاقي عيان 2000 احنا بنشوف 2000 و3000 يعني لما بنلاقي عيان في الرقم الكبير ده بنبقى عارفين ان هو حتى لو هيرسبوند فالكوست افكتيفنس بتاع التريت لونج تيرم سيرفي تمام, لان انت مش هتدي له سيناكالسيت ب 90 ملي جرام بير دي لمده سنتين ثلاثه. طب ما هي العمليه يخلص هتبقى مور كوست افكتيف يعني طيب. هو فريمر يعني بس قصدي عشان حتى ينزل لليفل يخليني اعرف. ما هي دي برضه من البوينتس اللي فيها ديبيت كبير دي هي حته ميديكال يعني ويمكن لما تيجي محاضره الدكتور عمرو يقولها ان احنا هنفضل ندي سينا كالسات على طول ولا ندي سينا كالسات لغايه لما ندخل في الزون اللي ينفع ندخل معاه الفيتامين دي الاكتف فورم ولا ندي كومبينيشن الاثنين مع بعض. يعني شغلانه متعبده شويه عندنا تمام. هو الجايد لاينز بتقول نفس الكلام بالظبط ان هو كان الاول بيقترحوا كات اوف اللي هو 1000 لو هي فوق ال1000 يبقى انا بالنسبه لي خلاص العيان ده انديكيتد فور سيرجري. بعد كده غيروا الكلام ده خالص رجعوا الكلام ده لان هو الموضوع بيعتمد على الجادجمنت بتاع النفرولوجيست اللي متابع العيان. لو العيان دوت حابب يعمل عمليه حتى يعني حتى لو العيان هو اختار ان انا اعمل عمليه هو انديكيتد فور سيرجري يعني هو فضل ان هو ياخد يعمل عمليه عن ان هو ياخد ميديكال تريتمنت تمام. الانديكيشنز الثانيه اللي هي خلاص عنده فراجيليتي او بون فراكشرز عنده تندون رابشر عنده ارثرالجيا عنده سيفير يوريميك بروريتس دي مكتوبه في الجايد لاينز ومكتوبه في اكتر من استدي ثانيه ان هي ديت الانديكيشنز اللي ممكن ساعتها ندسكس مع النفرولوجيست ان احنا محتاجين نعمل باراثايرويدكتومي. الاوبشنز اوف تريتمنت للسكندري حضرتك طبعا ادرى بيها مننا يعني اللي هي كنترولنج الفوسفيت ليفلز الفيتامين دي انالوجز الكالسيمايميتكس الباراثايرويدكتومي واخيرا في حاجه اسمها كيميكال ابليشن اوف باراثايرويد اللي هو الالكوهول انجكشن. طبعا الالكوهول انجكشن مش حاجه وايد سبريد خالص في الجايد لاينز, هي موجوده بس في الجابانيز جايد لاينز كانت ريسنت حتى ان هو لو انا عندي واحد عنده تيرشري مش سكندري واحد تيرشري مش سكندري هايبر باراثايرويديزم انا ممكن اشوف مين الباراثايرويد اللي فيها تيرشري تشينجز بالالترا ساوند وهي ديت اللي حينها وابدا اعالج الباقي على ان هم سكندري. يعني ابدا اعمل له موديفيكيشن من هو تيرشري يرجع تاني لسكندري. هل هي حاجه موجوده في نعم ايثانول تمام ايثانول انجكشن وفي انا مش سامع حضرتك ليزر لا هي ايثانول انجكشن ما عدتش عليا ليزر انا ما عدتش عليا قد يكون في حاجه موجوده بس هي ما عدتش عليا. هل الموضوع ده موجود في كلينيكال براكتس او حتى الانترفينشنال راديولوجيست بيعملوه؟ انا نوت اوير باي حد عندنا تمام هو بالنسبه لنا في الجايد لاينز بتاعتنا هو ريزيرفد هو ريزيرفد اونلي للعيان اللي هو كونترا انديكيتد انه يعمل عمليه. يعني هو ريزيرفد بالنسبه للعيان دوت عنده موربيديتي لا تسمح ان هو يعمل عمليه فساعتها ممكن اعمل القصه دي. في نقطه فيها ديبيت شويه هي فيها ديبيت في بيننا احنا لكن هي ما فيهاش ديبيت في الجايد لاينز خالص. هل اعمل سب توتال باراثايرويدكتومي ولا اعمل حاجه اسمها توتال باراثايرويدكتومي اند اوتو ترانسبلانتيشن؟ يعني ايه سب توتال؟ يعني انا بشيل 3.5 من ال 4 باراثايرويد واسيب النص دوت والفاسكولارايزد في مكانه تمام. ده بالنسبه للسب توتال باراثايرويدكتومي. بالنسبه للتوتال باراثايرويدكتومي ان انا بشيل كل الباراثايرويد كل الباراثايرويد اللي عند العيان وابدا اخد واحده منهم اعمل لها مينسنج واحطها في الايه في البريكيوراديالس او في اي مصل ثانيه تكون اكسسبل بالنسبه لنا بعد كده. هل الجايد لاينز بترشح حاجه عن حاجه؟ لا هي بتسيبها برضو للايه للسيرجن اكسبيرينس. هل هو مور فاميليار بالعمليه ديت الريزلت بتاعته احسن ولا لا؟ في التوتال باراثايرويد لازم اخلي بالي ان العيان دوت عيان دياليسيز وانا لازم اشوف برضو اولا النون دوميننت هاند اللي انا بحطها فيها لازم اشوف هل هو مركب شنط او احتمال يركب شنط في المكان ده يبقى انا لازم ابعد عن ايه الاماكن ديت لو انا بعمل امبلانتيشن للايه للباراثايرويد. بينما السب توتال باراثايرويدكتومي انا ما بشيلش حاجه خالص بس يهمني جدا في السب توتال باراثايرويد ان احنا نحافظ على البلاد سبلاي. يعني ممكن اسيب انا باراثايرويد بس اكون اوريدي عملت لها مانيبيوليشن وبالتالي البلاد سبلاي بتاعها مش كويس وهتبدا يدخل في هايبو فانكشن بعد كده. تمام. لما جينا اتكلمنا على البرايمر هايبر بورا قلنا رول اوف ايمجنج مهم جدا فور لوكاليزيشن
تمام. ايه راينا في حاله السكندري هايبر بار؟ هل انا محتاج ايمجنج ولا ابروسيد على طول فور سيرجي؟ انا عارف انها ديفيوز باثولوجي اوريدي، يعني هي تساوي المالتي جلاندولار ديزيز في البرايمري، نفس الفكره في ديفيوز باثولوجي. هل انا محتاج اعمل العيان ده ايمجنج ولا لا قبل العمليه؟ عندنا احنا في ديبيت تمام انه الايمجنج بالذات لو الالترا ساوند سهل تمام، وان كان يعني مش هيبقى فايدته كبيره قوي الا عشان لو شفت واحد ادينونتس قوي، لكن الديبيت ان ذا فيفر اوف ان الايمجنج سبيشلي فانكشنال ايمجنج سيستميلي شود بي ريزيرفد للبعد العمليه مش قبل العمليه. يعني لو عملت العمليه ولقيت فيلير اوف ريسبونس ولسه الاي تي اتش عالي، هتعمل عشان تدور على الاكسترا اللي هي ساعتها هتاخد كل الراديو ايزوتوب. تمام، هو ده انديكيشن، وده الانديكيشن اللي انا يعني عايز اقول اللي احنا كنا شغالين بيه واحنا نواب. تمام، احنا كان ايامنا لو احنا نواب لو حد عمل سيستمي بالحاله سكندري طبعا بيبقى حفله جميله جدا في يعني اللي ازاي حاله السكندري بتعمل فيها سيستمي بي، لان انا عندي ديفيوز باثولوجي ومش هطلع حاجه، مش هعمل لوكاليزيشن. الكلام ده دلوقتي فيه شويه تغيير، فيه شويه تغيير بسيط جدا. تمام، لو بتكلم على الايمجنج زي ما قال بالظبط دكتور احمد، الموضوع الالترا ساوند ده مش هيخسرني حاجه. انا بالنسبه لي يهمني جدا الالترا ساوند، مش عشان الباراثايرويد، عشان الثايرويد، لان انا هدخل في نفس السيشن هانترفين مع الثايرويد لو محتاجه، فبالتالي انا باساس بيها الثايرويد اكتر منها من الايه الباراثايرويد. النقطه الثانيه على السيستميبي، تمام، هل انا محتاج لوكاليزيشن ولا لا؟ انا اللوكاليزيشن ككلمه لوكاليزيشن انا مش محتاجها، مش محتاجها خالص في اول في اللي هي الاندكس اوبريشن، انا مش محتاج فيها خالص لوكاليزيشن. لكن بنفس المبدا اللي قلناه في البرايمري، ان انا عايز اعرف الاماكن بتاعه النورمال باراثايرويد قبل ما ادخل العمليه، بحيث ان انا لو الانترا اوبريتيف باراثورمون بتاعي ما نزلش ابدا ادور في الاماكن دي. بنفس المبدا ده السيستميبي قد يكون لي رول، وهو ده اللي كاتباه الجايد لاينز، ان قد يكون السيستميبي لي رول لو انا بدور على النورمال لوكيشن، يعني النورمال الابنورمال قصدي لوكيشن او الاكتوبيك لوكيشن بتاع الباراثايرويد، انها تكون في الكاروتيد شيس، انها تكون في السوبيريور ميدياستايم، انا ساعتها هيديني المعلومه دي قبل ما ادخل العمليه. تمام، هل احنا دلوقتي بنعمل سيستميبي؟ جزء كبير مننا بيعمل سيستميبي قبل العمليه، حتى السكندري والايه والترشري باراثايرويد اللي هي سب توتال يعني باراثايرويد. الرول اوف انترا اوبريتيف باراثورمون مونيتورنج، هل ليه فايده في حالات السكندري؟ تمام، هي زمان برضو زمان ما كانش عندنا خالص انترا اوبريتيف باراثورمون مونيتورنج، كان الفكره اللي قايمه عندنا احنا بنعمل 3.5، وبالتالي انا مش هيغير اي عندي اي حاجه كده كده هشيل 3.5 او ايا كان. فعليا الرول دلوقتي بقى ستاندرد للانترا اوبريتيف باراثورمون مونيتورنج حتى في حالات السكندري وحتى حالات الترشري. ليه؟ لان انا في اوقات كتير ممكن افتح ما الاقيش 4 جلانز، يعني ممكن الاقي 3 جلانز بس. تمام، طب انا هشيل الثلاثه جلاندز دول على اساس ان في جلاند ثانيه موجوده. تمام، هو ده اللي انا هعمله فعليا لو معيش انترا اوبريتيف، هروح شايل الثلاثه دول على اساس ان في واحده في مكان اكتوبيك هي اللي هتساعد العين ان هو يسرفايف. بس انا دلوقتي ما بقتش اعمل كده، بقيت بشيل اثنين واعمل انترا اوبريتيف باراس هرمون، لقيت ان الليفل ما نزلش هروح جاي شايل الايه شايل الثالثه، وبالتالي هو فرق معايا جدا في الديسيجن ميكنج انترا اوبريتيف حتى في حالات السكندري والترشري هايبر باراثايرويدزم. طبعا ده كلام كتير قوي، برضو عندنا ديبيت جوه الجراحه بقى في الكات اوف، هل انا ينزل 75%، هل ينزل 90%، هل انا لو عملت اوفر كوركشن العيان ده هيتضر ولا لا؟ ما هو انا اللي انا بخاف منه في عمليات الباراثايرويدكتومي هم يعني هم منها الحاجات بقى السيرجيكال الهيماتوما والحاجات دي، لكن الحاجات الفانكشنال انا بخاف طبعا من ان انا يحصل نو كيور، ان انا العيان يطلع زي ما دخل. تمام، بخاف ان انا يجي لي حاجه زي البون هانجر سيندروم، هانجري بون يعني سيندروم. تمام، بخاف ان انا اعمل اوفر كوركشن العيان يبقى عنده بيرمننت هايبو باراثايرويدزم. فبالتالي الرقم ده هو ريليتد للنقطه دي، لو انا الاكسبيرينس بتاعي ان العيان اللي هو بيوصل ل 70% دروب، ده حسب المعامل بتاعتي وحسب الميجرمنت بتاعتي بتقول ان العيان دوت الاكسبيرينس بتاعنا فيه ان هو مش بيديفلوب هايبو باراثايرويدزم بعد كده، يبقى انا خلاص ممكن امشي عليه. بالتالي دي حاجه لازم يتعمل لها لوكال ستادي، يعني ما ينفعش تبقى حاجه ان انا باخد رقم من بره اروح جاي مطبقه. احنا ماشيين على 70% على الاقل، ان يكون وصل ان هو نزل ل 70% وبعد كده على الاساس دوت بنبدا نقول خلاص احنا كده مش محتاجين نشيل باراثايرويد تاني. تمام، ديت ديتيلز العمليه، انا يعني مش عايز ادخل في ديتيلز كتير قوي، زي ما قلنا البايلاترال نيك اكسبلوريشن احنا بنفتح على ناحيتين وبنبدا نبص على الباراثايرويد. طبعا احنا قلنا في البرايمري ان احنا عندنا حاجه اسمها فوكس ابروتش، مفيش حاجه اسمها فوكس في الايه في السكندري، لازم اعمل بايلاترال نيك اكسبلوريشن. بشيل بانه ترتيب، بشيل ان انا غرض بتاعي ان انا ما اسيبش حاجه شكلها ابنورمال، يعني انا هشيل الاكبر حجما وهشيل اللي شكلها فيها نوديولاريتي وهشيل كل ده بحيث ان انا اللي سايبها تكون ويل فاسكولارايزد وفي نفس الوقت شكلها لا يوحي ان فيها جروسلي، يعني ما فيهاش حاجه ما فيهاش مشكله.
تمام. طبعا الحجم اللي المفروض اسيبه قد ايه، الجايد لاينز او الكتب كلها بتقول ان انا اسيب حاجه ايكوال للنورمال سايز بتاع الباراثايرويد، نتكلم في رينج 50 ملي جرام تمام، هو ده اللي اسيبه. هل 50 ملي جرام ده انا اقدر اعمل لها اتشيفمنت بجلاند كامله؟ اوقات كتير لا، لان الجلاندز كلها بتكون فيها انلارجمنت، يعني احيانا يوصل حجم الجلاند الواحده فيهم ل 1 جرام وانا عايز اوصل ل 50 ملي جرام تمام. فبالتالي انا بضطر اشيل جزء كبير من الجلاند واروح جاي سايب زي سيرجيكال كليبس على المكان ده، بحيث لو دخلت تاني ابقى عارف مكان الباراثايرويد. الحاجه الثانيه اللي بتتعمل روتين في سنترز كتيره ومنها الشغل بتاعنا، ان احنا بنعمل حاجه اسمها سايميكتومي. يعني انا حتى لو شلت الاربعه الثلاثه ونص دول لازم اعمل معاهم سايميكتومي، عشان قد يكون في اكسترا باراثايرويدز في اماكن اكتوبيك وبالتالي بشيلها معايا في نفس السيشن. تمام. في البرايمري هايبر بارا الكير بتاع العيان، الكير بتاع العيان ممكن الجراح يقوم بيه كله على بعضه، خلاص الحاله دياجنوز ان ديت برايمري هايبر بارا، انا بشيل الليجن تمام. لو العيان انا سسبكتنج ان هو هيدخل في بون هانجر سندروم، ممكن اديله فيتامين دي قبليها، ممكن اديله بروفيلاكتيك كالسيوم بعد العمليه، ده هو اوريدي هايبر كالسيميك فما بيدخلش قوي معايا في الحاجات ديت. لكن في العيانين بتوع السكندري والترشري بيري اوبراتيف كير بتاعهم لازم يبقى فيه تنسيق كويس جدا ما بين النفرولوجي والايه والجراحه والاندوكراين في اوقات كتير. تمام. يهمني ايه؟ طبعا يهمني الحاجات اللي التخدير هيطلبها، دي اول حاجه. يهمني ان التخدير يبقى موافق ان هو ينام العيان، الموربيديتيز اللي عند العيان دي تسمح ان هو ينام، لان انا لو مش هتسمح هضطر اشوف الترناتيف تاني للتريتمنت بتاعه غير الايه غير الجراحه. محتاج اعمل تشيكنج للكارديوفاسكولار ريسك بتاعه، ان الدياليسيز ما تكونش بقى لها فتره طويله قبل العمليه، الالكترولايتس بتاعته كويسه، الانيميا بتاعته في رينج معقول اكسبتابل ان احنا ندخل بيها العمليات، البليتليت ديسفانكشن ما تعمليش بليدنج وهيماتوماز انترا اوبراتيف. ففي حاجات كتير قوي لازم تتظبط بري اوبراتيف. هل الروتين ندي فيتامين دي وكالسيوم قبل العمليه ولا لا؟ دي فيها ديبيت. يعني هل انا كل الحالات قبل ما اعمل باراسايتو ان هو هينزل بعد العمليه وهيدخل في بون هانجر سندروم، بالذات لو انا بتكلم في ارقام عاليه جدا مثلا 1400 او 2000 زي ما حضرتك قلت مثلا، ده هيدخل بنسبه كبيره معايا في بون هانجر سندروم، خاصه لو البون تيرن اوفر بتاعه في اي حاجه بتقول لي ان البون تيرن اوفر عالي زي الالكلاين فوسفاتيز مثلا عالي او ايا كان، يبقى انا العيان ده انا هل انا محتاج اديله كالسيوم قبل العمليه ولا لا؟ دي نقطه من الحاجات اللي فيها جراي زونز برضو في الجايد لاينز. الجايد لاينز يعني بترفض اعطاء الكالسيوم تماما قبل العمليه، يعني هو بيدي فيتامين دي وبيقول ماكسيمم اوف 2 دايز بري اوبراتيف، مش شهر قبلها، مش 3 شهور قبلها تمام، لا هو بيدي فيتامين دي، مش حتى مش واصف الدوز بتاعته وسايبها للايه للجراح، بس هو بيتكلم انها بتبقى 2 دايز قبل العمليه. طبعا تفرق حسب الليفل بتاع الفيتامين دي عند العيان هديله دوز قد ايه، بس انا الاكسبتد عندنا في الجايد لاينز ان احنا ندي فيتامين دي. هل احنا بندي كالسيوم؟ اه في ناس كتير بتدي كالسيوم 5 ايام قبل العمليه او اسبوع حتى قبل العمليه، عشان العيان ما يدخلش في ايه في هانجري بون سندروم. طبعا لازم ابوت ان مايند وانا بعمل الكلام ده، لو انا في عيان برايمري مثلا وانا اوريدي العيان جاي لي برينال ستونز، يبقى انا لازم اخلي بالي ان انا ما ازودلوش الكالسيوم ليفل وادخله في مشاكل تانية رينال. لكن في عيان السكندري والترشري لا، احنا روتين عندنا ان احنا بندي بروفيلاكتيك كالسيوم بعد العمليه وبندي فيتامين دي قبل العمليه لمده يومين او 3 ايام. بعد العمليه الفولو اب بيعتمد على ان انا لازم اقيس الكالسيوم فريكوينتلي تمام، اطمن ان الايونايزد كالسيوم بتاع العيان دوت ما وقعش تمام. تاني حاجه ان انا السيمبتومز بتاعه العيان ايه هي، ومن النقط المهمه جدا بالنسبه لنا ان انا بعد ما تعدي فتره البون هانجر سندروم ده ايه هي الكرايتيريا ان انا ديشارج البيشنت. يعني احنا عندنا عيانين كتير جدا بيبقى عامل لهم سكندري، جايين بسكندري هايبر باراثايرويدز، بنعمل لهم سب توتال باراثايرويدكتومي، العيان بعد اسبوع الكالسيوم ليفل بتاعه 1.5 او الكالسيوم ليفل بتاعه 2 تمام، ده بعد كل اخذ الانترافينوس وماشي عليها وبعدين ماشي على اورال كالسيوم وماشي على فيتامين دي، وهو العيان ما عندوش اي سيمتوم خالص. لما احنا بنكونسلت ساعتها مع النفرولوجي بيقولوا لنا ديشارج البيشنت، ده البيشنت ده هو ده الطبيعي بتاعه. يعني احنا عندنا كجراحه وانس ان احنا بنلاقي الكالسيوم ليفل نزل، وفي بعض الاحيان في ناس يعني لما العيان يبدا يجي له سيمتومز بتاعه الهايبوكالسيميا بيعتقد انه كده العمليه نجحت نجاح باهر، ان هو نزل العيان خالص ايه لتحت. هل ده المطلوب ولا لا؟ دي حته فيها برضو جراي زون، هل احنا محتاجين نعمل اوفر كوركشن للكالسيوم، وهل النورمال بتاع العيان ده ان هو يكون كده، ولا انا مطلوب مني اسيب باراثايرويد بكميه اكتر تدخله تاني في الايه في السايكل اللي موجوده. فدي نقطه من الحاجات اللي لم تحسم، ومش عارف الصراحه الفاينل ديسيجن فيها المفروض يكون فين. بس احنا العيانين معظمهم عندنا بيبقوا ديشارج وهم هايبوكالسيميك، وهايبوكالسيميك يعني في ليفل بنتكلم 5 او اقل في توتال كالسيوم تمام. وبيفولو طبعا مع النفرولوجي بعدين، يعني هو مش ديشارج، ديشارج من عندنا وبيروح يفولو مع النفرولوجي تمام.
السيرجيكال ديسيجن ميكنج تو سام اب يعني الكلام اللي اتقال لحد دلوقتي تمام. السيرجيكال ديسيجن ميكنج بيمشي ازاي في التفكير بتاعنا احنا تمام. لو اتكلمنا على اول حاجه خالص انا بالنسبه لي هل ديت هايبر باراثايرويديزم ولا مش هايبر باراثايرويديزم، ده اول حاجه خالص. البي تي اتش عالي خلاص يبقى ديت هايبر باراثايرويديزم. الحاجه الثانيه هل ديت انه نوع من الهايبر باراثايرويديزم، ده اقدر افرقها عن طريق الهيستوري والبايوكيميكال بروفايل بتاعها. لو هي برايمري ببدا افكر بقى بترتيب معين، هل العيان ده سيمتوماتيك ولا لا، هل العيان دوت عنده سايلنت باثولوجي اعمل له ديسك سكان واعمل له الترا ساوند على الابدومن. لو هو اسيمتوماتيك ببدا اتكلم معاه في الريسك فيرسس بنفيت، واهمها البروجريشن بتاع الديزيز. لازم يبقى فاهم ان الديزيز ده هيبروجريس مع الوقت لان في اوتونوموس سيكريشن من الباراثايرويد. تاني حاجه هل انا سسبكتنج مالتي جلاندولار ديزيز او فاميليال باترن ولا لا، ودي من النقط المهمه جدا. ان انا لو سسبكتنج ان العيان ده عنده مالتي جلاندولار ديزيز بمعنى ان انا عملت له لوكاليزيشن ما لقيتش حاجه خالص، يعني كل الجلاندز السيستميك طالع فري، الفور دي سي تي طالع فري، يبقى انا ممكن افكر ان الراجل ده عنده هايبر بليزيا ما عندوش باراثايرويد ادينوما. تمام، ودي من الحالات اللي بتبقى صعبه شويه لان انا بعمل ابروتش زي بتاع السكندري، يعني بروح جاي مضطر ان انا اشيل 3.5 وابدا اشوف الايه الليفل بيقل ولا لا. طبعا بتبقى معانا فالاسز في اللوكاليزيشن فدي بتعمل كونفاوندنج فاكتور في القصه دي. كده جنب صح. تمام، ثالث حاجه ان انا في حالات معينه لازم بعمل فيها اندوكرينولوجي كونسلتيشن بالذات الحالات النورموكالسيميك. تمام، غير كده عاده ما بنبقاش محتاجين قوي في الديسيجن ميكنج النقطه دي. بعد كده بنعمل لوكاليزيشن سواء بقى البريفرنس بتاعك الترا ساوند وسيستميبي ولا الترا ساوند و4 دي سي تي. الخطوه اللي بعد كده انا لازم اكومنت على الثايرويد ستاتس بتاعي، هل العيان دوت عنده كنترول توكسيك جويتر، العيان ده عنده نوديولار جويتر، هل انا سحبت منها فاين نيدل، البسيس ده سكور بتاعها قد ايه، بحيث ان انا لو سايبها يبقى سايب برا سايب ثايرويد نورمال عند العيان. الديسيجن اللي بعد كده هل انا اعمل له فوكست ولا اعمل له بايلاترال نيك اكسبلوريشن. لو انا مش شاكك في مالتي جلاندولار ديزيز معظم الوقت هروح لفوكس ومعايا داتا لوكاليزنج وباراثايرويد كبيره ومكانها اكسسبل، هروح دايركت للايه للفوكس ابروتش عشان الكوزمتيك ريزلت، لان انا معايا باك اب من الايه من الانترا اوبراتيف باراثورمون. هوسبيتاليزيشن هل العيان ده يحتاج هوسبيتاليزيشن ولا لو انا اكسبكتنج بون هانجر سيندروم يبقى انا بفهم العيان من الاول ان انت بنسبه كبيره هتقعد معانا كام يوم على ما الكالسيوم بتاعك يتظبط. هل هو كومن قوي في حالات البرايمري ولا البون هانجر؟ احنا عندنا رساله شغاله دلوقتي بتقارن البرايمري والسكندري الانسنس بتاع البون هانجر وايه الفاكتورز اللي تخليني ابريدكت ان يحصل بون هانجر ولا. طبعا هو الانسنس كتير قوي في السكندري، احنا نادرا ما بنشوفه في الايه في البرايمري. طبعا بسبب الرساله دي احنا ما بنديش كالسيوم خالص عشان نشوف العيان حصل له بون هانجر ولا لا. فمش عارف الحقيقه هل ده يعني حاجه كويسه ولا لا، لان عيانين السكندري الحقيقه كلهم تقريبا بيدخلوا في فيز على الاقل من هايبو كالسيميا. تمام، الانترا اوبراتيف باراثورمون ارينجمنت، ودي باراثورمون مونيتورنج ارينجمنت، دي حاجه مش سهله خالص. يعني بقى حاجه جزء من الكلينيكال براكتس بتاعنا، بس للاسف مازال ما عندناش التولز ان واحد بيشتغل في حاله برايفت بره يعمل انترا اوبراتيف باراثورمون في كل الاماكن، ودي مشكله. يعني الحاله هنا في الجامعه احنا اوريدي لينا الباسوي ان احنا نعملها. الاول كنا بنعملها في الاندوكرينولوجي بيقيسوا لنا السامبلز، بعدين بقينا بنعملها في الكلينيكال باثولوجي، بعدين بنعملها بره جنب المستشفى. تمام، وبالتالي في الاخر لينا تول ان احنا نعمل القصه دي. مش كل المستشفيات اللي بره اقدر اقيس فيها الباراثورمون ويطلع كمان ربع ساعه. يعني معظم المستشفيات هيقول انا هقيس لك الباراثورمون هطلعه لك كمان 12 ساعه او كمان 6 ساعات، فانا مش هسيب العيان مفتوح. وبالتالي الارينجمنت بتاعتها مش سهل. يعني الارينجمنت بتاعتها لازم ابقى انا عارف ليه كونتاكت كويس مع معمل وكونتاكت كويس مع اهل العيان ان هو ياخد العينه ويطلع يجري. تمام، وهياخد العينه دي لوحديها وبعدين هياخد العينه دي لوحديها، فهي بتبقى قصه طويله وصعب فيها انك تفهم العيان قوي ان انت العينه هتفضل مفتوح لحد ما ايه ما القصه دي كلها تخلص. النقطة الثانية هي الكات اوف، انا هشتغل على كات اوف كام؟ تمام، دي حاجة فيها فاريشن بيرسونال وفيها فاريشن انستتيوشنال زي ما اتكلمنا في الأول. هل هدي بري اوبرتيف فيتامين دي ولا لا؟ البوست اوبرتيف كير هل أنا محتاج أمشي العيان على كالسيوم وفيتامين دي ولا لا؟ وآخر حاجة الأسسمنت اوف كيور، مهم جدا إن أنا بعد ما العيان يمشي وهو كويس والباراثورمون بتاعه كويس والكالسيوم كويس إن أنا أرجعه تاني كمان 6 شهور أتأكد إن الباراثورمون بتاعه نورمال والكالسيوم بتاعه نورمال. تمام، لان العيان ده زي ما هو كان ميسد في الاول في الدايجنوزز ممكن يبقى ميسد في الريكرنس بسهوله جدا، لان هو مش هيديتكت الغذاء الا لما يبقى عنده سيفير مانيفستيشن وهيبدا يروح لحد تاني. فبالتالي من نقط تمام خلاص فاضل لنا يعني كام سلايد. تمام ماشي، بالنسبه للتيرشري والسكندري هي نفس الحاجات، احنا قلنا نفرولوجي كونسلتيشن انستيزيا كاردوبالمر اسسمنت السيستميبي هل اعمله ولا لا، الثايرويد ستاتس اعلق عليها ولا لا، بون تيرن اوفر والهوسبيتاليزيشن والانترا اوبراتيف ارينجمنت نفس الكلام تقريبا بنسبه كبيره، وهل هدي بوست اوبراتيف كير اورال ولا اي في كالسيوم للعيانين، والكرايتيريا بتاعتنا للديشارج زي ما اتكلمنا من شويه. السكندري مقارنه بالتيرشري هي نفس القصه باستثناء ان انا في معظم حالات السكندري بعمل اندوكرينولوجي كونسلتيشن على الانديكيشن، هل العيان ده ميديكال تريتمنت اناف بالنسبه لك ولا انت محتاج ان انت تعمل له سيرجري.
تمام. دي ممكن نسكيب كيس ديسكشن، ممكن ندسكاس كيس واحده مثلا عشان العشر دقائق دول. احنا معانا ثلاثه كيسز، هي حالات ستريت فورورد جدا، لكن للاسف في بيت فولز بتحصل في المانجمنت كنت حابب ان احنا نعملها ريزنج يعني في الديسكشن بتاعتنا. عندنا فيميل بيشنت جايه الكلينيك ستريت فورورد، حاله ستريت فورورد، هي جايه عارفه ان عندها هايبر باراثايرويديزم، تمام. العيانه بايلاترال، عندها بايلاترال رينال ستونز، ده الهيستوري الاساسي بتاعها، منهم ناحيه عامله فيها سيرجيكال انترفنشن، مش متذكر بالظبط كان اندوسكوبيك ولا اوبن سيرجي، زائد انها بتشتكي من كوليكس ومود انستابيليتي. العيانه ديت راحت لدكتور من النفرولوجي، تمام، احد زملائنا من النفرولوجي، وطلب طلب لها الباراثورمون، طلع الباراثورمون عالي، طلع الكالسيوم بتاعها الفوسفورس واطي، وطلع الكالسيوم بتاعها اباف النورمال، الابر نورمال بتاع الرينج، تمام. الفانكشنز بتاعتها بتاعت الكيدني اكسبتبل، ان هي 1.1، البلاد يوريا بتاعتها نورمال، وبالتالي العينه ديت بالنسبه لي هي برايمري هايبر بارا، متشخصه بالبايوكيميكال بروفايل. الخطوه اللي بعد كده بالنسبه لي هتبقى ايه؟ ان انا ادور على مكان الايه، مكان الباراثايرويد، وده بالظبط اللي احنا عملناه، تمام. الخطوه اللي بعد كده ان انا بعمل الترا ساوند. الالترا ساوند ان جود هاندز، لو انا باعت لحد كويس في الالترا ساوند هيقول لي فين الباراثايرويد لو حجمها كبير، يعني لو حجمها كبير بنتكلم على 1.5 سم فما اكثر من ذلك بنسبه كبيره، هيقدر يقول لي ان في باراثايرويد في الايه، في المكان الفلاني. انا اقدر اكتفي بده؟ لا، ما اقدرش اكتفي بده، تمام. ما اقدرش اكتفي بده ليه؟ لان هو ما فيهوش فانكشنال اليمنت، يبقى انا محتاج اضيف معايا حاجه ثانيه. انا بفضل في اوقات كتير ان انا اعمل السيستميك سكان لو الالترا ساوند طلع الباراثايرويد، انا كده عرفت مكانها، يبقى انا فاضل لي اعرف هي فانكشنالي في حاجه ثانيه هايبر اكتيف ولا لا. فعملنا السيستميك سكان كونفيرمد نفس القصه ان في ليفت لور باراثايرويد ادينوما. حاله ستريت فورورد ما فيهاش اي مشكله، ايه الخطوه اللي بعد كده للحاله زي دي؟ تمام. باتن هول انسيجن وتتشال، تمام. ده بالظبط اللي اتفقنا عليه مع العيانه. العيانه يوم الخميس اللي جاي هتعملي العمليه، الست موافقه، الدنيا جميله، ما فيش مشاكل خالص، تمام. يوم الاربع بالليل يجي رساله على الواتساب، ده من بريد القراء عندنا في الواتساب، ازاي حضرتك يا دكتور، انا رحت للدكتور اندوكراين، تمام، اندوكراينولوجي يعني، تمام، وطلب مني ان انا لازم اعوض فيتامين دي وكالسيوم قبل العمليه لمده 3 شهور، عشان لو عملت العمليه والهشاشه اللي عندي ما اتعالجتش يبقى انا هدخل في ديفورميتي بعد العمليه. راي حضرتك الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا رايي ان انا قلت لك رايي، انا عاده بقول للعيان كده، انا قلت لك رايي اوريدي في العياده، فده مش رايي، تمام. هل انت ينفع تقنع العيان تاني بالعمليه بعد الكلام ده؟ ما بيحصلش. وانس ان العيان عارف ان في الترناتيف للعمليه، تمام، او ان في حاجه تهربه من قصه العمليه، هو خلاص هو كده قرر ان هو مش هيكمل في سكه العمليه تاني، وبالتالي العيانه دي ما عملتش عمليه بيزد على الكلام اللي اتقال ده. انا شكيت ان هو قد يكون عمل تحاليل وتعليل طلعت حاجه انا مش عارفها، فطلبت منها تبعت لي التحاليل، لقيت ان التحاليل الكالسيوم 12.5، يعني اعلى من الليفل الاولاني، الايونايز كالسيوم 6.6، والبون سكان اوستيوبينيا شديده في كل حته، يعني ده جزء من الريبورت، تمام. ورغم كده هو اخذ ديسيجن ان هي العيانه تمشي على فيتامين دي وسينا كالسيوم، تمام. طبعا العيانه قالت انها تمشي على كالسيوم، ده مش حقيقي، هو كان كاتب لها فعلا الروشتة ان هي تتعالج كانها بتعالج الباراثايرويد في عيانه مش انديكيتد فور سيرجي او عيانه كونترا انديكيتد فور سيرجي. فهي المسج دي لازم توصل للاندوكرينولوجيست اللي بره الجامعه، اللي هو الكوميونتي اللي بره الستاف بتوع الجامعه، ان احنا الوضع ده اولا اسهل حاجه ممكن تعملها ان انت تكلم الدكتور الجراح تقول له انت ليه قلت عايز تعمل عمليه، وندسكاس مع بعض ونعمل ايه، ونوصل لتريتمنت بلان ممتازه بالنسبه للبيشنت من غير ما تقول للعيانه حاجه تخليها تمشي سكه. وانا افهم وجهه نظرك، قد يكون انت اللي صح عادي خالص، تمام. ف ده نتج عنه ان العينه ديت ما اتعالجتش. العينه دي كان بقى لها 5 سنين عندها رينال ستونز، ما حدش سحب لها باراثورمون واحد باستثناء دكتور احمد فتحي ربنا يبارك له. حصل ما دي فقره دي مش عندي، تمام. قلت لها انا بعتك تقرير عمليه ما عملتش تاني، تمام. ما دي نهايه التوك بيني وبينها برضه، تمام، يعني خلاصتها نفس القصه. فهو بالتالي العين ده ممكن يبقى ميسد في الاول، وممكن بعد ما تلاقيه لسبب ما العين ده يبقى دايفرتد لسكه ثانيه، تمام. بيشنت 2 سريعا برضو، عيانه فيري ستريت فورورد بالنسبه لنا، عيانه جايه معاها الترا ساوند بيقول انا عندها باراثايرويد ادينوما، هل ده كده بالنسبه لي دايجنوزس؟ لا، دي اول نقطه، يعني ماسكه ورقه بتقول انا عندي باراثايرويد، وده كان الديتكشن بتاع باراثايرويد ادينوما، يعني ما عندهاش حاجه ثانيه خالص، حد قال لها عندك باراثايرويد ادينوما فراحت تتعالج منها. وزي ما قلت في الاول ده مش معناه ان انا لما الاقي حاجه ما اعملهاش انفستيجيشن، عملنا انفستيجيشن للبيشن دي، يعني الحاجه الوحيده اللي كانت بتشتكي منها سلايت مود انستابيليتي، وجوزها هو اللي بيشتكي اكتر منها مش هي فعليا يعني، تمام. فالريزلت بتاعت اللاب انفستيجيشن بتاعتها لقينا ان الكالسيوم في الابر نورمال، الايونايز كالسيوم نفس القصه، الباراثورمون سلايتلي اليفيتد، ودي من الحالات الغلسه جدا بالنسبه لنا في الايه، في المانجمنت. انا ما عنديش حتى 1.5 انكريس في الباراثورمون، الحاله دي اتعمل فيها ايه؟ يعني الخطوه اللي بعد كده انا مثلا كونفرونتد بالحاجات ديت في العياده، فوسفورس، تمام،
تمام نورمال عالي مش واطي هذا يعني حتى في الابر بتاع العالي النورمال مش في الواطي غلسه بقى غلسه جدا حاله غلسه جدا تمام حضرتك تعمل ايه بقى في فيتامين دي ليفل فيتامين دي ليفل تمام طلع نورمال تمام تمام اوكي تمام تمام احنا انا الليجا فانكشن بتاعتها ايه تمام انا عملت بالظبط اللي قاله دكتور احمد كده ان انا اول حاجه قلت لها هنعيد التحاليل دي تمام في معمل تاني دي رقم واحد منها الباراسورمون هشوف هو زاد ولا لا هنزود عليها فيتامين دي وهنزود عليها الفوسفور زي ما بالظبط قال دكتور احمد وفيتامين دي قسنا الكالسيوم تاني كونفيرمد ان هو يا دوبك اعلى حاجه بسيطه خالص الفوسفورس 3.5 ده واحد منهم وفي واحد تاني كان 4 تمام ده ورينا الفانكشنز بتاعتها كويسه والباراسورمون زي ما احنا شايفين هو نفس الرقم نفس الرقم ما زادش عن كده وفيتامين دي بتاعنا مش حتى تحت تمام العيان اتعمل معاها ايه تمام هي اوريدي جايه لي باللوكاليزيشن ده هي اللي هي جايه بيه بالالترا ساوند عملت لها السيستميبي انا بالظبط عملت اللي حضرتك بتقول عليه ده تمام عملنا واتس نيكست عملنا الالترا ساوند الالترا ساوند بيؤكد وجود حاجه ويل ديفايند باراثايرويد ادينوما رايت باراثايرويد ادينوما الناحيه الثانيه سجستيف اوف رايت ابر باراثايرويد ادينوما ده بالنسبه للسيستميبي سكان وانا شوف انا في السيستميبي بالذات من الحاجات برضو البيت فولز مهمه جدا ما تقراش التقارير السيستميبي من الحاجات اللي لازم تتشاف بالعين لازم تتشاف بالعين لان في حالات انا كونفرونتد بيها انا شخصيا ان العيان اتعمل اربع مرات عمليات بسبب ان هو السيستميبي ما جابش للتشيست السيستميبي يصور فوق بس وبالتالي في فيري بيج ادينوما في التشيست هو ما صورهاش اصلا في الايه العادي نعم عشان لقيت حاجه في الالترا ساوند كانت بتعمل سكريننج للثايرويد طلع معاها الايه الباراثايرويد دي يعني تخليها في الاول تعمل التحاليل الباراثايرويد اللي بانت في الالترا ساوند لو عملت سكريننج للثايرويد هي كانت بتشتكي من الثايرويد عندها هاشيموتو ثايرويدايتس هي البيشنت اوريدي عندها هاشيموتو ثايرويدايتس فهي بتعمل الترا ساوند لقيت الايه لقيت الباراثايرويد ديت تمام اللي انا عملته طبعا وده اخري في اي ديسيجن ميكنج في الحالات ديت بروح مكلم حد من زمايلنا بتوع الاندوكراين اتفضل الحاله ديت شوف انت هتعمل معاها ايه قعد مع البيشنت عمل لها كونسلنج فهمها ان احنا قريبين قوي من النورموكالسيميك تمام ما عندناش سكندري كوز قاعد تدور على السكندري كوز كلها وفهمها ان الموضوع ده هيبقى بروجريسيف والبيشنت ديسايدد انها تعمل العمليه تمام مهم قوي العيان ده زي ما قلنا ان هو يفهم هل هو هيبنفيت من الاوبريشن ديت ولا مش هيبنفيت منها انا هقف هنا عشان ما اطولش وفي حاله ثالثه بس احنا هي دي السي كي دي اللي فعلا تبعنا بس يعني تمام تمام هي بيشنت 54 يير اولد بيشنت متحوله لنا من نفرولوجي ليه السبب ان عندها براون تيومر كان عندها هيوج براون تيومر في المانديبول وهي جايه لنا بان الفيلد ميديكال تريتمنت اوريدي اخذت الميديكال تريتمنت وحصل لها ديفلوبمنت للبراون تيومر هي الحاله دي ما فيهاش حاجه عجيبه قوي هي الباراثورمون بتاعها ما بين 1400 وكان 900 في مره قبليها الكالسيوم بتاعها وزين النورمال رينج طبعا الكرياتينين بتاعها كان 5.6 تمام الخطوه اللي بعد كده بالنسبه لنا ان احنا بنبدا نحضر العينه دي انا حاطط الحاله دي عشان التحضير بتاعها تحضير حالات السكندري العمليه مش تحضير سهل ومهم قوي لو حد بيعمل الحالات دي في البرايفت دكتور التخدير في البرايفت مش زي دكتور التخدير في الجامعه فرق كبير جدا مش على الكواليتي على ان هو هنا بيطلب كل حاجه لان هو ممكن تتعمل لكن بره هو بيبقى فيري سيلكتيف الحالات دي لازم الجراح نفسه او الاندوكراينولوجيست او النيفرولوجيست هو اللي انسيست ان العينه دي تعمل ورك اب كامل قبل العمليه فمن الحاجات المهمه ان احنا بنعمل الترا ساوند على الابدومن نشوف الكيدني بنعمل الترا ساوند عليك عشان الثايرويد والثايرويد هنا كان فيها سسبيشس نوديول تي ار 4 تايرات 4 تمام بنعمل سي تي عينك عشان نشوف الاوستيوليتيك ليجن اللي كان موجود عندنا طبعا لازم يتعمل له كارديو بالمونري اسيسمنت فبنعمل الايكو بتاعها وده شيت الايه شيت الاناسيزيا بيطالب طبعا كل حاجه موجوده في العالم لان هو افيلابل بالنسبه له فيقدر يعملها هنا بسهوله تمام ده الانترا اوبراتيف باراثورمون احنا قلنا في الاول في ديبيت في السكندري اعمل انترا اوبراتيف باراثورمون لا ده الانترا اوبراتيف باراثورمون 1200 اللي هو البري قبل خالص ما احط مشرط بعد العمليه بيبقى وصل معانا مش بعد العمليه يعني اللي هو 20 مينت بعد الاكسجن بيوصل معانا 136 ده اكتر من يعني اولموست 90% دروب للباراثورمون الست ديت هي اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه ان احنا الايونايزد كالسيوم بتاعها لمده اسبوع بعد العمليه 2 وكان 1 وطلع ل 2 يعني الاول كان 1.5 وبعدين طلع ل 2 بدات عندها سيفير مانيفيستيشن بتاعت هايبوكالسيميا اضطرينا ندي لها اي في كالسيوم لفتره وبعدين قلبناها على اورال بس احنا ديشارج البيشنت على التحاليل دي يعني انتهى الموضوع ان احنا ديشارج البيشنت على التحاليل دي هل في كلام في الكات اوف دوت والكرايتيريا بتاعه الديشارج احنا مش عندنا المعلومه دي ومش ديسكاسد في الجايد لاينز تمام لو في راي عند حضراتكم يا ريت تفيدونا بيه ده الكي ريفرنسز اللي احنا اشتغلنا عليها هي الاسوسيشن بتاعه الاندوكراين سيرجن سواء في البرايمري او في السكندري ترشي جمله اخيره احنا عندنا عياده ما بيننا وما بين الاندوكراين للادرينال جلاند دي يوم سبت
اول وثالث سبت في كل شهر. العياده دي ما فيهاش ريت ادرينال بالحجم الرهيب يعني، واحنا كلنا بنبقى موجودين هناك سواء الاندوكراين سيرجي او الاندوكراينولوجي. فلو عند حضراتكم حاله باراثايرويد محتاجه ام دي تي ديسكشن يعني اتس مور ذان ويلكم ان هي تنورنا في العيادات دي، في العيادات الخارجيه اللي هنا. ففي العيادات الخارجيه اللي هنا اي يوم سبت العياده تحت اشراف دكتور ايمن سامح ودكتور ايمان عزام من الاندوكراينولوجي، فده هيوفر لنا فكره الايه الام دي تي كونسلتيشن بشكل كويس باذن الله. تمام، شكرا جزيلا.